حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مساء اليوم مادبة العشاء التي اقامها اخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك تكريما لاخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبه مشاركتهم في القمه الخليجيه المغربيه بين اصحاب الجلاله والسمو وجلاله العاهل المغربي وذلك في قصر الدرعيه بمدينه الرياض